السلام عليكم. ديسك بيم 360 دوكمنت مانجمنت، هتلاقي هنا النيم، التايتل، الست، الفيرجن، اللاست ابديت. تقدر تيجي من هنا وتحذف اي حاجه انت حاسس انها ملهاش لازمه، مع الطلاق مثلا بالشكل دوت، تمام. او تضيف اتريبيوت، تضيف خاصيه جديده، تمام. هتقول له مثلا ديت مثلا، اي حاجه، تمام. وبعد كده تختار هل هي تبقى تكست ولا دات داتا بيكر ولا دروب بيس، تمام، بالشكل دوت. او تقول تكست، يعني هكتب، هسيب خانة فاضية والناس تكتب بقى اللي هي عايزاه فيهم، تمام، على سبيل المثال. طيب ممكن تيجي هنا عند النيم وتقول له اكسبورت، انا عايز اصدر الملف دوت، تمام. طب لما يصدروا لك يصدروا بالمارك اب اللي جواه والهايبر لينك، ولا انت مش عايز الهايبر لينك ولا عايز المارك اب، تمام. لو بتقول له كونتينيو يبدا يحمل لك الملف دوت. ممكن تقول له انا عايز موف كوبي شير، عايز اشير الملف ده مع الناس، تمام. فتبدا تكتب ايميلات الناس اللي انت عايز تشير معاها. ممكن تقول له انا عايز اعمل ايديت للسيت اساينمنت، ممكن تعمله كوبي لملف سيت اخر. ممكن تقول له داونلود سورس فايل، حمل الملف السورس دوت. ممكن تقول له submit for review، هبعته لحد يراجعه. فتبدأ تشوف مين ال work flow اللي المفروض تتعمل، مين الشخص اللي المفروض يراجع على اللوحة ديت، وهو تجي له رسالة إن مطلوب إن هو يرجع اللوحة ديت. وبعد كده أول ما تراجع عليها تجي على طول.